نظمت وزارة حقوق الإنسان اجتماعا ضم رؤساء منظمات المجتمع المدني ووزارة حقوق الإنسان لتقوية الروابط بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني بهدف انتشال اليمن مما هو فيه. انتهاكات العدوان السعودي المتواصلة دفعت بوزارة حقوق الإنسان للقيام بعملها بنشاط غير محدود في لقاء تشاوري ضم رؤساء منظمات المجتمع المدني لتقوية الروابط وانتشال اليمن مما يعانيه في ظروف صعبة تحت شعار معا نحو البناء والتعاون والشراكة الدائمة. جمع أكبر عدد ممكن من منظمات المجتمع المدني الفاعلة في المجتمع اليمني من أجل بناء شراكة حقيقية بين الحكومة وبين منظمات المجتمع المدني الفاعلة في الساحة لمجابهة ما تتعرض له اليمن اليوم من عدوان شبه عالمي، من عدوان متعدد الجنسيات. يعني الظروف ما سمحت لنا إلا نعمل في البداية اجتماعات مصغرة حتى نجمع ونفلتر منهم المنظمات الحقوقية اللي تشتغل في مجال حقوق الإنسان. طبعا هذا الاجتماع الثاني، الاجتماع الأول كان مع المنظمات الحقوقية والإعلامية، اليوم مع المنظمات التنموية والإغاثة والجمعيات الخيرية. اللقاء التشاوري هدف إلى وضع حد للمجاعة التي تسبب بها الحصار وإغاثة المتضررين ووضع مدامك الشراكة بين وزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. إن من الوزارة أن تقدم الدعم اللازم لنستطيع ونتمكن أن نقوم بدورنا كمنظمات مجتمع مدني على أكمل وجه، خصوصا في ظل هذا الحصار والعدوان القاسم على الشعب اليمني الحبيب. فأتمنى أنه من وزارة حقوق الإنسان تساعد الشباب في أن توصل هدفه وتحقق طموحه في خلال الوضع الراهن. رغم تعدد المنظمات إلا أن الشعب اليمني لا يزال ينتظر دورا ملموسا من المنظمات الدولية والإنسانية ومنظمات المجتمع المدني، إلا أنها تواجه كثيرا من الصعاب التي تعرقل عملها وتؤخر نشاطاتها الإنسانية. محمد العنتري، اليمن اليوم. قدمت المؤسسة